أخبار اليوم. هنجاوب دلوقتي السؤال الرابع. السؤال بيبتدي بالجزئية ألف وعايز مقارنة ما بين أشعة إكس والليزر من حيث ترابط الفوتونات. طبعا أنتوا خدتوا بالكم في امتحان السودان السنة دي جت المقارنة ما بين أشعة إكس والليزر بس من حيث الطول الموجي. تعالوا دايما ناخد بالنا من التلميحات اللي بتيجي في الامتحانات خصوصا في نفس العام. أشعة إكس والليزر من حيث ترابط الفوتونات، أشعة إكس فوتوناتها غير مترابطة رغم أن طاقتها عالية لكن غير مترابطة الفوتونات، تنبعث فوتونات أشعة الليزر في لحظات مختلفة، تنتشر الموجات المصاحبة للفوتونات، فوتونات أشعة إكس بتكون مختلفة في الطور. إنما في حالة الليزر بتكون الفوتونات زي ما انت عارف منبعثة بالانبعاث المستحث فبتكون متفقة في الطور وبالتالي بتنتشر في طور واحد أو بتحافظ على فرق الطور فيما بينها أثناء الانتشار. بوابة أند وبوابة أور من حيث وجود الترانزستور. طبعا الترانزستور جوه أند عبارة عن ترانزستور له أكثر من باعث أو نقدر نقول إن هما اتنين ترانزستور أو أكثر متصلين معا على التوالي. أما في حالة بوابة أور فهما اتنين ترانزستور أو أكثر متصلين مع بعض على التوازي. ده إجابة الجزئية 2. قاعدة فليمنج لليد اليمنى وقاعدة فليمنج لليد اليسرى من حيث الاستخدام. طبعا فليمنج لليد اليمنى دي موجودة في الحث الكهرومغناطيسي أيوة في الفصل بتاع الحث. إذن دي لتحديد اتجاه التيار المستحث في سلك مستقيم عندما يتحرك في مجال مغناطيسي. أما قاعدة فليمنج لليد اليسرى دي موجودة في الفصل اللي قبله اللي هو تستخدم لتحديد اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم يحمل تيارا وموضوع في مجال مغناطيسي. المقارنة رقم 4 عايز الميكروسكوب الإلكتروني والميكروسكوب الضوئي من حيث خصائص الصورة المتكونة. خصائص الصورة المتكونة. الصورة في الميكروسكوب الإلكتروني هي صورة حقيقية تتكون على يا إما لوح فوتوغرافي حساس يا إما على شاشة فلوريسية. أما في حالة الميكروسكوب الضوئي زي ما أنت عارف هي صورة يقولوا عليها تقديرية ويمكن رؤيتها بالعين المجرد. نيجي في المقارنة الخامسة والأخيرة في الجزء ألف عايزين نقارن بين مجموعة براكت ومجموعة باشن في طيف الهيدروجين من حيث تردد الفوتونات المنبعث. يعني مين فيهم بيدينا تردد أعلى مين فيهم بيدينا تردد أقل. أيوة برافو صحيح هما الاثنين في منطقة الأشعة تحت الحمراء لكن براكت بتكون بعد باشن يعني بتدينا أطوال موجية أكبر وبالتالي ترددات أقل. فباشن بتدينا تردد أعلى لكن براكت بتدينا تردد أقل علشان نجاوب على الجزئية دي. الجزء الثاني من هذا السؤال اكتب وحدة مكافئة عايزين وحدة مكافئة ثم أذكر الكمية الفيزيائية. زي ما اتفقنا احنا بنحدد ايه المطلوب علشان لما اخلص الامتحان اراجع ان انا لبيت كل اللي كان مطلوب مني جوه ورقة الامتحان. اول وحدة بيدهاني نيوتن امبير سالب واحد متر سالب واحد. طبعا دي سهلة جدا اللي هي نيوتن لكل امبير متر وانت عارف ان هي ديت التسلا. اذا دي عبارة عن التسلا والتسلا زي ما انت عارف هي بتقيس الكمية الفيزيائية اللي هي كثافة الفيض المغناطيسي. الكيلو جرام متر تربيع ثانية سالب واحد دي مهمة دي طبعا الوحدة اللي بيستخدمها او بنستخدمها في قياس ثابت بلانك وطبعا ممكن نكتبها على انها ايه جول ثانية. ده صحيح يبقى الجول ثانية هي الكيلو جرام متر تربيع ثانية سالب واحد. انا لما بفك الجول بفكه الجول بس بفكه الى كيلوغرام متر تربيع ثانية سالب اتنين ده الجول بس. طبعا الجول بس لما احطه جنبه الثانية فطبعا منشيل سالب واحد مع الثانية فيفضل المنظر اللي قدامك. اخر وحدة بيدهلنا الهنري متر سالب واحد. مش عايزك تضرب لخمة مش عايزك تتاخد مش عايزك تتضايق. افكر انت الحاجات اللي هو بيجيبها لك مش جديدة عليك بس هي عايزة تعيد ترتيبها. ازاي الهنري لما تحب تفكه تفك الهنري بايه؟ افك الهنري بفولت ثانية امبير سالب واحد ده الهنري وبعدين احط له المتر سالب واحد
يبقى كل اللي عملته انا حافظ الهنري، صحيح هو مش جايب على الهنري بس لكن حاطط جنبها حاجه ما تندهش، هنري دي فولت ثانيه امبير سالب واحد، وهنحط متر سالب واحد. اكيد اكيد انت عارف فولت ثانيه دي مين. ايوه صح، فولت ثانيه دي الويبر، اذا بقت ويبر امبير سالب واحد متر سالب واحد. طبعا ديت هي زي ما انت عارف، ايوه بالظبط كده، معامل النفاذيه، معامل نفاذية الوسط المغناطيسي. إذن هحط الوحدة المكافئة كده واكتب الكمية الفيزيائية هي معامل نفاذية الوسط. السؤال الجزء الثاني من السؤال ب، أذكر خاصية واحدة. عايز خاصية واحدة، أقعد أكرر على نفسي هو عايز إيه، ما اندفعش في الإجابة. المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في ملف حلزوني، انت عارف كويس قوي عندما يمر تيار كهربي في ملف حلزوني فان هذا الملف ينتج مجالا مغناطيسيا يشبه المجال المغناطيسي لقضيب مغناطيسي. اذا انت عايز صفه او خاصيه من صفات المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في ملف حلزوني، هتقول يشبه المجال المغناطيسي لقضيب مغناطيسي. الجزء الثاني عايزين توصيل المقاومات على التوازي، عايزين خاصيه طبعا عندك كتير، لكن انت اهم خاصيه انك ايه، تحصل على مقاومه مكافئه اقل من قيمه اي مقاومه في المجموعه المتصله على التوازي. ده سؤال سهل. تدريج الاميتر برضه سؤال سهل جدا، اللي هو تدريج غير منتظم. طبعا تدريج الاميتر تدريج غير منتظم عكس تدريج الجالفانومتر، يبدا من الصفر وينتهي بعلامه ما لا نهايه. كل دي من خصائص هذا التدريج، انت كفايه عليك تقول اي خاصيه منهم بتحصل على الدرجه اللي هو مخصصها للسؤال. تعال نشوف المسألة ديت، يمكن تكون مسألة بالنسبة لك جديدة شوية. دي مسألة على الدينامو بس أنا شبكت معاها بعض الأجزاء الأخرى في المنهج. دايما دايما بنحاول نشوف الطالب هل هو حافظ في جزء معين ولا يقدر يربط علاقات ما بين أجزاء مختلفة. فبيقول يبين الشكل المقابل التغير في قيمة التيار المتولد من دينامو التيار المتردد خلال 40 ملي ثانية. طبعا زي ما أنت شايف 0 10 20 30 40، اذا الزمن ده بالملي ثانيه، يبقى هو قصده انه هذا المنحنى 40 ملي ثانيه. طبعا على محور الصادات زي ما انت شايف التيار، شده التيار، ومحطوط 0 و10 و20 في الموجب وفي السالب. تعال بقى، انا عايز اول حاجه ايه، عايز السرعه الزاويه لملف الدينامو. السرعه الزاويه دي اللي رمزها ايه، طبعا صح رمزها الاوميجا. السرعه الزاويه دي رمزها ايه، الاوميجا. الأوميجا دي أجيبها منين؟ منين من على الرسمة؟ أنا مش شايف غير هنا بس زمن، لكن مش شايف أي حاجة تقول أوميجا. لا، في إنك لو خدت زمن دورة كاملة لحد هنا، زمن الدورة الكاملة زي ما أنت شايف 20 ملي ثانية، فدوت يعتبر الزمن الدوري. الزمن الدوري أقلبه يدينا التردد. إذا التردد اللي هو ممكن نقول عليه نيو أو نقول عليه إف لو عايز، يبقى الإف إيكوال 1/20 فعشرة أس سالب 3، دوت هيطلع لك التردد وهيطلع بخمسين هيرتز. يبقى ديت قدرت تجيبها من الجراف لما بصيت على الزمن الدوري. كمان تقدر تجيب دلوقتي الأوميجا، انت عارف ان الأوميجا بتساوي 2 باي في الاف، طبعا الاتنين هتحطها، الباي بتلاتة واربعتاشر، فهتطلع طبعا في 50 اللي هو التردد احنا جبناه، هنطلع السرعة الزاوية، والسرعة الزاوية زي ما انت عارف هتكون الوحدة بتاعتها راديان لكل ثانية. القيمة الفعالة للتيار، طبعا الرقم دوت خد بالك الرقم دوت اسمه ايه؟ صح، ده القيمة العظمى اللي هو أعلى حاجة في المنحنى. إذا القيمة العظمى دي لو ضربتها في 707 من ألف هجيب القيمة الفعالة لشدة التيار. يبقى القيمة الفعالة لشدة التيار دي هتجيب إزاي؟ هتتجاب ب 707 من ألف وبعدين تضربها في 20. دي هتكون الإجابة بتاعة القيمة الفعالة للتيار اللي موجود في هذا السؤال. السؤال بقى الثالث هو يمكن هو الجديد شوية. قال لي كيف يمكن الحصول من هذا التيار المتردد على كل من التيارين الممثلين بالشكل ألف والشكل ب؟ يعني ازاي من ده تحصل على ده، ازاي من ده تحصل على ده؟ عايز تتعلمها نتعلمها. ده تيار القيمة العظمى له كام؟ 20 أمبير. ده تيار متردد برضه بس القيمة العظمى بتاعته كام؟ 10 ملي أمبير. إذا هنا في 20 ملي أمبير وهنا في إيه؟ هنا 20 أمبير وهنا 10 أمبير. يعني إحنا قللنا قيمة التيار، يعني إحنا قللنا
قيمة التيار. طب ازاي نقدر تيار متردد 20 امبير نوصله الى تيار متردد 10؟ ايوة في جهاز عندنا بيقلل قيمة التيار المتردد، ايوة المحول الكهربي. طب اني نوع بقى من المحول الكهربي؟ هناخد محول رافع ولا محول خافض؟ ركز في دي، ركز في دي. لو قلت محول خافض على اساس انه 20 بقت 10، لا احنا بنقول محول خافض للجهد ورافع للتيار. المحول الخافض هنا مش هينفع لانه بيخفض الجهد وبيزود التيار. اللي انا استخدمته عشان احول من ده لده في الحقيقه هو محول رافع للجهد خافض للتيار. يبقى لتحويل هذا التيار الى هذا التيار محول رافع للجهد خافض للتيار. طيب ازاي من التيار ده نحصل على التيار دوت؟ التيار ده يقولوا عليه ايه؟ تيار مقوم تقويم نصف موجي. اللي يديك التيار دوت، ايوه صح، الوصلة الثنائية. اذا امرار هذا التيار المتردد في وصلة ثنائية هيعطينا تيار مقوم تقويما نصف موجي. يبقى انت من التيار ده قدرت تحصل على ده وقدرت تحصل على ده. على فكرة ممكن كمان نحصل منه على تيار موحد الاتجاه ثابت الشدة زي ما انت عارف، وممكن نحصل منه على تيار مستمر تقريبا. اذا ده سؤال ممكن كمان اجيب له رسمتين كمان. ده كانت نهاية السؤال الرابع.